اتعلم تقفيلات. ما تتعلم تقفيلة انت يا شغلانة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والنبي يا اسطى اكشف لي على البوجيهات كده. انت بتعمل ايه يا ابني وكبوت عربية؟ بتعمل ايه عندك؟ انت كمان لازم تكون جود بوي. انا مش جود بوي يالا. انا باد بوي يالا. ابعد عني يالا. امك معودك على كده. ماما ما بتتاخرش في الحمام، انت اتاخرت فعشان كده عملت زي كلب طنط سناء، هو عمل كده في البلكونه. هو المايو ده مقاسك؟ والله الراجل في المحل قال ان هو مقاسك. هينفع اقيسه؟ قيسه دلوقتي؟ دلوقتي لا، قيسه بكره الصبح بقى. طفيتوا ليه؟ انا بتفرج. مفيش حد بيتفرج على حاجه يوم الخميس، يوم الخميس معروف ان احنا لازم ننام بدري فيه.